السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اسمي محمد الجوهري، أستاذ اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية. يا رب تكونوا بخير. طالع كده يا جماعة دردش معاكم من القلب للقلب بخصوص التطورات والتغييرات اللي تمت في نظام الثانوية العامة، وتحويل بعض المواد من مواد أساسية لتغيير مسارها لمواد نجاح ورسوب فقط بدون إضافة للمجموع. طيب، بغض النظر، أنا مش هتكلم كمدرس فرنساوي، انا اتكلم بشكل عام واعتبر نفسي ولي امر قبل ما اكون مدرس. انا دلوقتي ابني اللي اختار ثانويه عامه من وقف اعداديه وعارف النظام ده، واهتم بالفرنساوي في اولى ثانوي وذاكره، وتانية ثانوي وذاكر اللغه التانيه، وجاي تالته ثانوي فرحان عشان هيقفل الماده وتساعده في المجموع الكلي، فاجئته ان الماده دي مش متواجده في المجموع. طيب، هل ده صح ولا غلط؟ رقم اتنين، الكليات او التخصصات الادبيه اللي هي الطالب ناوي يدخل كليه ادبيه زي كليه الاعلام قسم فرنساوي، او كليه الالسن قسم الماني، او كليه الاداب قسم فرنساوي او اسباني، كليه التربيه قسم فرنساوي، وطالب ناوي يدخل تجاره فرنساوي او حقوق فرنساوي عشان يقدم بعد كده في سلك الدبلوماسي او يشتغل في شؤون دوليه، حضرتك الطالب ده كان معتمد على مجموع ثالثه ثانوي في اللغه الفرنسيه، حضرتك تقول ما هو هيجيب درجه؟ لا، هو مش هيهتم بالماده اصلا في ثالثه. لو كنا ظنين يا جماعه ان تحويل الماده من ماده اساسيه لماده فرعيه الطالب هيذاكرها، لا مش هيذاكرها. هو دلوقتي الطالب خلاص بيفكر ازاي يلم الماده في حصتين او ثلاثه، هو مش هيفتح كتاب فعلا غير الا من رحم ربي بعض الطلبه اللي هم اصلا عندهم جديه في المذاكره بشكل عام، وده نسبه بسيطه من الطلبه. خلينا ناكد ان لغي اللغه الثانيه هيضر بشكل كبير جدا في المنظومه، وهيضر بشكل كبير جدا لخريجي ثانويه عامه اللي داخلين جامعه وبالتالي هيضر سوق العمل. كمثال بسيط، احنا عندنا قطاع السياحه اللي الدوله بتحاول تنشطه وتاخد بايده ان هو يتعافى ويمشي في المسار الصح، والسياحه بتاعتنا ترجع زي ما كانت وافضل ان شاء الله. محتاجين مرشدين سياحيين في كل اللغات، هنجيب مرشد سياحي منين واحنا مش عارفين نخرج نطلع خريج كويس من ثانويه عامه دارس لغه كويس؟ الناس اللي بتقول ممكن يدرس لغه بعد كده في شهرين وثلاثه، او الاعلاميين مع احترامنا الكامل ليهم، هو ده مش شغلتهم عشان يقولوا الكلام ده، لكن يعني زي ما احنا برضو كمدرسين ما نقدرش نتكلم في الاعلام ولا نقدر نتكلم في السياسه، احنا بنتكلم في مجالنا الاكاديمي والتربوي، احنا بنقول دراسه اللغه بتحتاج سنه واثنين وثلاثه واكتر من كده، لكن مفيش حاجه اسمها ان انا الم لغه في شهرين وثلاثه. تمام كده، الطالب ما اهتمش باللغه منذ البدايه في المرحله الثانويه هيكمل زي ما هو ضعيف، الا بقى لو هو حاول يشد جامد جدا في المرحله الجامعيه. فاحنا الاولى ان احنا نرجع اللغه الثانيه لمسارها الطبيعي واضافتها كماده اساسيه، ونرجع لها هيبتها، لان طبعا ده لغيها بيضر بحاجات كتيره جدا، بيضر المنظومه، بيضر الخريج بتاعي، بالخريج بتاعنا اللي هو داخل الجامعه. طبعا بغض النظر عن موقف المدرسين كتير اللي يتأثروا او اتضرروا، لكن يا جماعه انا كلام بسيط جدا ليهم، اي مدرس مع لغه معاه كنز، معاه كنز حقيقي فعلا. اي حد مننا مع لغه يقدر يوجه مجاله ويعمل كارير جديد في اكتر من حاجه، مجال ترجمه، مجال سياحه، مجال بيزنس خاص بيه، يكمل دراسات عليا ودارس في جامعه. اللي معاه لغه يا جماعه ما بيغلبش، واللي معاه لغه معاه قوه يقدر يستخدمها في حياته ان شاء الله باذن الله. اتمنى اعاده النظر في تحويل اللغه الثانيه لماده نجاح ورسوب فقط واضافتها للمجموع الكلي، لان ده بالفعل هيفيد المنظومه التعليميه بتاعتنا، وبالتالي هيفيد خريجنا وهيفيد البلد بشكل مباشر ان شاء الله. كل الخير لمصر، تحيا مصر، وكل الخير للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.